وين عليها عم منها جاي بيوتنا. هذا ما يقوله لسان حال مربو الأسماك في محافظة بابل بعدما فوجئوا بنفوق ملايين الأسماك داخل الأحواض في نهر الفرات. كارثة كبيرة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، إذ إن تلك الأحواض كانت مصدر الدخل الوحيد لشريحة كبيرة من سكان تلك المناطق العاملين بهذا المجال. ملايين الدولارات راحت من العراقيين، ملايين الدولارات راحت من العراقيين برمشة عين. هذا عم والله ميت هاسمه شوه، احنا عشتنا كلها عليه، ها وهاي المي كلها المي ما ادري بسم المي ما ادري والله شنو المي، حتى الناس شربت من المي تمرضت. يعني خسارتهم تقدر بالملايين بالملايين، كل اقل اقل ما كل شخص اقل ما راح له هو 3 أطنان 4 أطنان 5 أطنان واكو 50 طن من الاسماك. فنطالب الحكومه بتشكيل لجان ولمعرفه الاسباب وتعويض المتضررين ومعرفه التلوث في هذه المياه. مربو الأسماك اتهموا جهات لم يسموها بتسميم الأسماك من خلال رش مادة سمية لضرب هذا المصدر المهم الذي كان يدير إنتاجا غزيرا من الأسماك يلبي احتياجات محافظة بابل والمحافظات المجاورة لها. ما أعرف إذا كان بفعل فاعل، ما أعرف إذا أكو جهات جاي تشتغل حتى تدمر اقتصاد العراق. ما أعرف شنو الإجراء اللي راح يصير. هذا مو ما يفيد الاقتصاد العراقي. هو احسن مره نستار السمك من برا من ايران، نستار السمك من الكويت من الخليج، بشنو هم احسن من عندنا؟ دوله لا تجي تدعمنا لا بعلف لا بعلاج لا بش اسمه، فوق هذا الضيم اللي سد على قلوبنا هاك، والدوله ورانا شيل اقباصكم شيل عيش يا عمي. كميات كبيرة من الأسماك يصعب التخلص منها بطريقة ذاتية، فبعد أن امتلأت المحارق بها يخشى السكان الآن من انتشار هذا المرض الذي لا يعرف سببه إلى الآن إلى المواطن بحسب مربي الأسماك. وهل شوف هذا السمك كله موت وقاعد يشيلون المحرقة يلبون به ويحرقونه وما كل فائدة، كله موت السمك شوفه بعينك قاعد يشيل به المحارق انتفت المحارق. ولم تقف الكارثة عند هذا الحد، حيث دعا النائب عن بابل ثامر ذيبان إلى تشكيل غرفة عمليات طارئة في المحافظة لتدارك ما وصفها بجبال الأسماك النافقة والطافية بنهر الفرات، محذرا من خطر انتشار الأمراض وامتدادها إلى محافظات أخرى، فضلا عن مخاوف انتقالها للمواطنين.